ما بيشعر بالألم إلا اللي باع الألم، ما بيحس بالمظلوم إلا من ظلم. انت بلشنا سوا من هالوكالة وبزحلقتني منها وصرت الكل بالكل. شو هالحكي لك هادي؟ شو وكالتي لزحلقت منها؟ انت اللي ما عاد عجبك الشغل بالوكالة. حلال عليك يا سيدي، انا معلمي مو مقصر معي. ايه بس الشغل الون، لا لي ولا لا. المعنى انا وانت كل واحد فينا عم يشتغل بهالوكالات حتى ينهد حيله، عم يفعي، وبالاخير شو طالع لنا ولا شيء. أنا تعبي عم ياخده معلمي، وأنت تعبك عم ياخده عمك عدنان. صحيح عمي بياخد كل شيء، بس أنا وضعي غير وضعك. المهم اللي لوين بدك توصل؟ هلأ عمك كل قديش بيحاسبك؟ يعني ما في وقت محدد، بس الشهادة لله بيحاسبني. كتير منيح. إذا قلت لك في شغلة فيها قرشين براني بتشغل هالمصريات؟ لك ما في شيء محرز هالأيام. لا سيدي، في شي ومحرز. شو هو؟ سلاح. شو؟ ما في شي محرز بهالايام. التجارة الطبنجات والبواريد. شو الفوت لك هادي؟ بعد عني يستر عرضك. انا لو قدران حطها عنا بالوكالة ما كنت قصرت، بس انا معلمي قاعد فوق راسي راقوب، ما بتفوت ولا الشاردة ولا الوردة. انت هون ما عليك راقوب وبتمون. تجربة طيبة لا تضيعها من ايدك. أنا قلت لحالي لنفي أيمن حبيبي وصاحبي، لكن نحلى أولاد كار واحد عشرة عمر. ما قلت لحالك ممكن أقول لا؟ بعرفك بتحب القرش وروح قلبك تصير معلي. صحيح أنت ناسبت بكوات، بس بطل منها
واحد منا وفينا ما بتتكبر علينا. أنا ما بتكبر على حدا، بس مو مثلي مثلك. أخي مو مثلي مثلك وأنت المعلم، بس هالرزق اللي رح تيجي ما لازم تضيع من إيدك. المصاري اللي رح تيجيك حلال زلال إلك لجيبتك. رح أجيب لك البضاعة جوات شوال الحنطة، بضلوا عندك كم يوم بيتأمل لهم زبون بيجي باخده وإلي الربا، ومنضل نشتغل مثل ما نحنا، يعني ما حدا بيشتلق علينا لا مين شاف ولا مين دري. شو قلت أيمن أفندي؟ شو الضمانة؟ ولو خليني أفكر. ما بدها تفكير، الدنيا برا قايمة قاعدة سوار وفرنساوية، السلاح مطلوب أكثر من الخبز، ما بدنا نضيع الجمعة من بين إيدينا. طيب بس شو علي وشو عليك؟ أنا رح أجيب له بضاعة وصرفها، وأنت عليك المصاري بالتخزين، ما بدها تفكير. أخي جرب مرة مرتين، ما عجبك بلاها. منجرب بس الربع كتير. لا الله يسامحك، شو كتير؟ أخي ما رح نختلف، أنا ما باكل حق حدا، بحياتي أكلت حق حدا؟ خلص أنا بزبطها، بس ما بدي حدا يضرب الدنيا كلها. ما في ولا مخلوق رح يضرب، اتكلنا على الله. اتكلنا على الله ونعم بالله هيك. ها ولك أنا شو بيهمني إذا فلان فات على الحارة ولا علتان طلع منها؟ أنا هذا العلاج كله ما بدي أسمعه مرة تانية، فهمت؟ اسمع، أنا ما بدي أقطع لك رزقتك، بس إذا ما بتطاوعني باللي عم قلك إياه ما بعرف شو رح يطلع معي. والله أنا صحيان يا سيدي وعيوني عشرة عشرة، بس ماري قدر على الملتم. ولك أنا ما عم قلك امسك لي الملتم ولا جيب لي راس عنتر، أنا بدي إياك تشنك لي هالأدنين وتعرف لي كل شي عم ينحكى بالحارة، وكل شي عم يصير بالحارة بالمخفي بدي أعرفه. فهمت علي شو عم بحكي؟ فهمت سيدي. أهل الحارة مبسوطين من الملتم، عم يقولوا إنه شي بينومس، وقال إنه هو بطلهم وحاميهم. لك أنا هذا العلاك ما بدي أسمعه بنوب، بتنفذ اللي عم قلك يا وبس، هاي الكوانة ما بدي عيدها مرة تانية. حاضر سيدي حاضر. نرع من خلقتي. حاضر بنقلع سيدي. 14 وحاميهم قال. وبعدين مع هالقصة عمتي رح ضلك صفنانة هيك؟ وهي تتركيني بهمي مشان الله. شو يا بنات لهلأ ما خلصتوا؟ ليش ما لبستي سامية؟ قال ما بدها تروح. ليش ما بدها تروح؟ خايفة يا مرتخي، خايفة شوفه بالحالة، مالي عرفانة إذا هو حابب يشوفني لما لقى. خلص روحوا أنتوا. أنا يلا تأخرنا يا مو. يلا يا مو يلا. على كل إذا مو جا على بالك تروحي ما رح أرك عليك. يلا رويدة نحن ما رح نتأخر. خذوا راحتكم مرتخي، الله معكم. سامي أنا ما فيني أعيش ببيت وأتجوز وجيب أولاد وأعيش عيشة يعني طالما في فرنساوي بالبلد. أنا بغيب مدة طويلة، وإذا جاك عريس أنت حرة تصرفي مثل ما بدك. وإذا استنيتك؟ قلت اللي عندي وغير هيك ما في. إلا كان يحرم علي الرجال من بعدك يا قصة. خاطر خال. الله يستر خال. الله معك. الله يحميك. تقبل قلبي إن شاء الله. تقبل قلبي. عرفتني خالي؟ رويدة صايرة صبية لك. رويدة فوتوا تعالوا فوتوا. الله محيي أصلك يا ابن رجال. لا والله ما قصرت.
يا عيب شو منك؟ لك عمي خالك مثل اخي واهز، فوت كحل عينك بشوفته البيت بيتكم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. شلون تحملت كل هالعذاب؟ ما في قرنه بجسمك ما فيها جرح. كتعودنا لك اختي، قلشنا على جرح. ولي عليكي. فوت فوت، تعال لهون، تعال خال، عم شقيتي. الله يسعدك يا خال. طمنوني شو اخباركم انتو؟ الحمد لله. جوزتي لابنك ولا لسه؟ لسه. الله يبعث له بنت الحلال اللي تسر قلبه وخاطره. امين امين يا مو امين. بس مو قبل ما نفرح فيك انت وعمتي سام يا خال. جاي يا صبحي. الله يرضى عليك. امرك معلم تيسير. شبك حاطط الحزن بالجرن واعد يا تيسير؟ تعال تعال عود بشقيتي تعال. خليها لربك يا معلم ناصر، خليها لربك. الواحد ما فيها كده في السحر، دائما مغمسه بالدم. معلوم معلوم. قلي لشوف شو اللي قرب من شو متضايق. اللي نحن ناسك واهلك وعز. والله وانا من 30 سنه حاططكم بين عيوني. لك تيسير لازمك مصاري؟ لا مستوره والحمد لله، بس يعني انا هيك شوي متضايق وضايج. اذا هيك بسيطه طول بالك. شو صار بالشاي يا صبحي؟ والله ماني عارفان شو بدي اقول لك. لك اختي انا حاسس حالي انه ظلمت لساميه، والمشكله انه مالي شايف اخر لهذا الطريق اللي انا ماشي فيه. على حب الله لك اختي، شو ري علي شو اعمل؟ اي والله شي بيحير. انا كمان مالي عرفانه شو بدي اقول لك. عمتي بتحبك ولساتها عم تستناك. وانا لساتني على وعدي. واذا قلت لكم ما بحبها بكون عم بكذب على حالي وعليكم. لك انا ما بقدر ضل هون بالشام على طول. الفرنساوي عم يلاحقني وما بده يحل عني. وكمان انا ما راح اتركه يتهنى ويعيش بسلام. ووسطني وصل لك سلام. الله يسلمك ويسلمها ان شاء الله خير. يلا يا عمو خلينا نتيسر. يلا يلا يلا. الله ينصرك ويحميك يا اخي. الله يجبرك يا اختي. اوعى تنسى ما تمر على اسعد الوراق وتشقر عليها. ولا يهمك خال، ان شاء الله ما منقصر معه. ودير بالك على اختك وعلى امك وعلى عمتك كمان. لعيوني خال لعيوني. يلا تيسر. الله يحرسك بجاه كل مين إله جاه عند رب العالمين. خاطرك خالي. يلا شو مو طالع على القهوة؟ ما أنا طالع على القهوة ولا طالع على محل. هلا ما نصير غير قصة أبوك. وأنا ما بحب اللت والعجل. وفرضي سألوني شو القصة، شو قال لهم؟ ما بعرف، ما حكى لي عمي وما حكى لي. معناتها لساتك متضايق. ايه متضايق، ليش ما اتضايق؟ ما لازم تتضايق، ايه شو أول مرة؟ يعني أبي مو بتعرفه منيح، عايش بحاله لحاله. أنا اللي بعرفه لعمي، أنا اللي بعرفه. مستعد يقعد مع هذا الأجدب أسعد يوم كامل يحكي معه، ومعي ما أنه مستعد يحكي كلمتين. ها كلمتين برات الشغل وحسابات الوكالة. هي هي علينا، رجعنا لهالسيرة؟ طبعا. شو فارق معك معزز خانو؟ انت بس بتأمري ونحن اللي بننفذ. ايمن هو اللي بينفذ وبتمسكت كمان. اي حرام عليك، ابي تارك كل شيء تتصرف فيه مثل ما بدك. بس اخر الشهر بسلمه كل شيء مثلي مثل اي موظف. مثلك مثل اي موظف؟ المصاري بالاخير لوين عم تروح؟ مو لنا. ليش ما عم تفهمي علي؟ انت ليش ما عم تفهمي علي؟ انت اللي ما عم تفهم على حالك. خلص بقى يا. انا من غير شيء مشلوش ورح اسرها. خلص شيليني من هالموضوع، خلينا نقعد ساعة زمان هيك مثل العالم والناس. تعبانة بدي نام. تصبح على خير معزز. تصبح على خير معزز. المصاري قلنا قال، والله ما في شيء قلنا. Thank you.
الليلة ما رح ترضى فيني إذا ما زبطت البيت، وهدول يا دوب يكفوا مهرها. ما عندي غير العربية، وإذا بعتها شلون بدي اشتغل؟ شلون بدي حلاي؟ يا ابن الحلال شو كل مين غطى راسه وصار ملتان؟ لا تتفضحن علي، بتقول لي ليش ركضت لما ندهت لك؟ والله ما سمعتك، والله ما سمعتك. اه ما سمعتني، ما سمعني؟ ايش شايفني اجدب قدامك ولا عم تضحك علي؟ لك احكي، ما تحكي؟ خير معلم زياد، شوفي يا حبيبي هذا اللي كان ناقصنا. انت شو طلعك من بيتك؟ فوت انضب لجوا يلا. بس عاد مشان الله قول له اني مو الملتان. شلون بدك تكون الملتان معلم زياد؟ لو كان الملتان بيعرف كان لقطوه من زمان. شو عم تمقلس علينا ولا؟ انتوا اللي عم تمقلسوا علي، انا من يوم يومي بعروج وهالحاره كلهم بيعرفوا. واذا بنفع اكون الملتان خذوني وريحوني، والله راجع من شغلي تعبان. ايه روح روح من خلقتي وحاجتك لعي، ولما اندالك تاني مره بتوقف، فهمان؟ اسعى فوت انضب ببيتك. امركم حكومه. مرات من جنبه ما حاكوني، مشيت خطوتين ركضوا مسكوا فيني، انا دهول يوم ما سمعته. الله ينصر هالملتم عليهم ويعيننا على الظالمين يا رب. امين يا رب العالمين. عليم الله طلع من خرجهم هالملتم. اي والله بسيطه. تفضل عمي زياد اشرب لنا كاسه الشاي. الله يسلمك، سموا لي بدني، الله يسم لهم بدنهم. يلا كتر خيرك. سلام. الله والنبي وملائكته مع منا. عامله حالك نايمه؟ صدقتك. رويدا حلي عني خليني اعرف نامها. ما بدك تساليني عن حبيب القلب؟ احذري شو قال. قال اذا قلت لكم اني ما عم فكر بساميه بكون كذاب، وقال الخير يدير باله عليكي. شو شايفه سنك ضحك؟ هذا الحكي بكفيني. بكفيكي؟ ولي على قلبك شو شرشوح. لك انتي شو فهمك بهالقصص؟ اذا هذا هو الحب معناتها انا ما عم بفهم ابدا. اختي اجا ابنك ياخدك. انا عزبتك معي يا اختي اليوم. لي قبروا قلبي ناموا والدمعة بعيون. ما في شي بالدنيا أغلى من الضنا ولا أصعب من أم تبعد عن أولادها. يا أختي الله يخليكي، هاي السيرة تسكرت وخلص، أنا ما عاد بدي أحكي فيها. الله يوفقك. مثل ما بدك، بكرة بجيب شقة على الأولاد. تكوني بخير. تصبح على خير. وأنت من أهله ديروا بالكم. ها سامحك يا أبي. أخي حرام ولا مو حرام؟ أنا طلعت من هالشغلة لهلا ماني عارفان إذا نحن طالعين من هالشغلة ولا لا. لك شو أنا ما عاد تعرف تشغل هالداحة؟ حط سلاحك أنت وياه ولا بسرعة. شو لعندي؟ أشكر على الحيط وشعر وضعيكم. شلاح هذا ما عنده مزح. شو بدك منا؟ انتو شغلتكم تحموا الناس وتزلون. الله وكيلك نحن ما عملنا شيء. اشعر وضعيكم بسرعة. شلاح يا ابن الحلال يعني ضروري هاي شلحة الأواعي يعني. الله وكيلك ما حلو منظرنا هيك يعني، الدنيا برد وانت بتعرف يعني. هلا بناخذ برد يا ابن الحلال. لك شو عم تعمل انت وياه؟ ولا شي سيدي، دير بالك دير بالك. لك مش ودي دير بالي. ها من الملتم سيدي، ملتم ملتم هو اللي عمل فيكم هيك؟ اي سيدي اي. طيب وينه هلا؟ ليكو سيدي ليكو. الله وكيلك كان هون يا سيدي. طيب وينه؟ اختفى
اختفى؟ لك الله ياخذك وياخذه يا رب. عامل سكرتي بالحارة ما هيك؟ هات سلاحكم ما هيك؟ سلاحنا هاتوا لشوف. في سوا هيك انت وياه بدنا نشوفكم حدا وحسابكم مو هون، لا حسابكم على النجد افندي. استر عرضك سيدي فوز ايدك مشان الله يا سيدي. بس ولا كلمه، بس ولا شيء يا مرحب. والله اخذنا غدر بس ولا استيام شوي. يلا زدتوا حتى يتربوا كم يوم. يلا فتح بابي علي ولا كلمه ولا يلا يلا شو انت يا قسما بالله اذا بنعاد شيء مره ثانيه لحتى اعدمكم حياتكم بايدي هي. لك الله ستركم وما اخذ لا سلاح منكم. شو كنت اعمل فيكم انا؟ اه حدا شافه من الحاره شيء؟ ما بظن سيدي. شوف شو اخذته مع المرتب. تعرف صهري انت فيك 100 عله بس في شغلتين بيصبروني عليك. الاولانيه انك امين، والثانيه انه بنتي معزز ما بتشتكي منك. مقبوله منك عمي، مقبوله منك. تخف ايدك انت ويا شبك ايمن. روق مع العمال لك ابني، روق وبحبح ايدك. معلش عمي خلينا ماشيين هيك وبلا ما نعطيهم وش. انت بعظمة لسانك قلت انه الربح زاد بعد ما انا استلمت الوكالة. لك صحيح هالحكي، الله يعطيك العافية. ايه بس طريها شوية مع الشباب ولو الكلمة الحلوة والطالع الحي من وكرة. تأمر عمي أمرك. يلا قاعدين عمي ولا يمل القعدة معنا؟ عندي كم مشوار بدي أقضيهم. يعطيك العافية يا أبو سمير. الله يعافيك يا أبي. طمني إن شاء الله صهري عم يدير باله عليك. أيمن الفندي ما بيأثر بنوب، وإن شاء الله عيالك بخير. الحمد لله من خير الله وخيرك يا سيدنا. الله يجبر بخاطرهم ويبعث لهم النصيب الحلو ويفرحك فيه. تفرحوا بأحبابك يا أبي. أيمن بس يجي أسعد بعت لي إياه. السلام عليكم. اهلا وعليكم السلام. ابن الحلال عند ذكره بيبان. الله يخلي لنا اياك يا عدنان بيك ويديمك ويعز مقدارك. كيفك يا اسعد؟ خلينا عمي ابو سمير. الله يعزك عمي ابو سمير. بسم الله. شو رايك احكي لك مع ابو سمير هلا؟ لك شباب شباب استحيت. شو السلام عليكم. أهلين هادي. السلام. شلونك؟ شلون معلمك؟ معلمي بخير وبسلم عليك. الله يسلمه، صار لي زمان ما شفته. يعطيكم العافية. بدك شيء يا أيمن؟ سلامتك عمي، مع ألف سلامة. سلم لي على معلمك. بيوصل عدنان بيك. الله معك. تعال معي يا أسعد. وجا. الله معك ولا عدنان بيك. نزل يا أبي. نزلك أخنان. لك شو جابك هلا؟ جي. لك أنت شو واقف عم تعمل بخلقتي؟ ساعدوهم بشوالات لجوا يلا. بأمرك يا أفندي. إيدكم معه شباب. شباب شو صار لك؟ رح تفضحنا قدام العمال. لك ليش ما قلت لي إنك جاي؟ آه بلكي اشتلق عمي. ما رح يشتلق إلا إذا أنت شلقته. ليكون عندك زبطلون إرنب معرفتك. السلام عليكم. بدك تتأخر؟ الزبون جاهز والدفع على الحارك. شبنا روق. لك هذا سلاح وفصار كله تجارة. السلام عليكم. لا 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 تحطوهم هون، لا تحطوهم هون. وين حطوا لنا فندي؟ حطوهم هون بس ما حدا يدقرهم، إلهم زبون. بأمرك أيمن فندي. أسعد أنت لهلا ما قلت لي ليش بدك ليلى بنت خليل السروجي بالذات؟ إيه ذنبي كلمات الحارة طيبة مع مني وتحنن علي وجماعة درويش مثل مني وتوبهم من توبي وأنا حبيتها من قلبي. بس نويت قلبي وأنا بخطب لك إياها بذات نفسي. الله يخلي معك يا بيك. تدعي لي يا أسعد؟ ليل ونهار يا بيك. يا رب تحمي عدنان بيك وتتحنن عليه وتعطيه على أذنيته يا رب. آمين يا رب آمين.
خذ يا سعد. خيرك سامي عدنان بي. لك مسيك، هذا حقك، ما حدا له مني عليك. خذ. الله يجبر بخاطرك. تيسر على شغلك، وإذا أيمن ضايقك قل لي. أنا ما بتضايق من حدا الحمد لله. وأنا من شان هيك بعزك وبدك، تيسر على شغلك. الله يحفظك ويحفظك. يا عدنان بي، ببعد عنك السوق، السوق. يرد عنك، يبعد عنك، يدرك وحسابك يا رب. مين قال لك ما تتسرحي وتتغندري؟ لانه انا عم بفضى كثير يا بعدي. طيب قلي ما بدي. طيب بس شوي لك مشان الله شغلي لسه ما خلاص. ايه معلش قعدي شوي بلا جدبه، العمر بيخلص والشغل ما بيخلص. اتركي شعراتي بتزاور. بتعرفي ليش ما بيجيكي خطابين؟ ليش؟ لانك ما بتتغندري وما بتتسرحي وما بتديري بالك على حالك. ليك هيك لزقانه قدام المرايا ومثل القمر وما شاء الله عليكي، وماني شايفه الخطابين مكسرين عتابنا، ولا لانك مع معلوله؟ قوليها لا تستحي. أنا بعرف شو بني ومو فرقان معي، لأنه بعرف إنه في واحد بحبني رح يدق بابنا. أسعد الأجداب. لا تقولي عنه أجداب. إيه والله ما حدا غيري الأجداب اللي عملتك زلمة وقاعدة عم بحكي معك. لقى إيدك عن شعري يا قال تسريحه غندر قال. لا تستحي أنا بفتح. إيه أوام اركدي اركدي طوبرني اركدي ليقوم مهجة الروح. أسعد الأجداب. يلا يلا. أهلين خالتي انفهمي تفضلي. كلي على كسرتكم، ليش كنت طولوا لا تفتحوا؟ ما تواخذيني خالتي انفهمي تفضلي. اللهم صلي على النبي، اللهم صلي على النبي حولك. ولك شو هالجمال؟ تعي هاد الوسط فوت امري قلبي ان شاء الله. خالتي اهلين منيره كيفك؟ يا اهلين. وين هالغيبه يا منظومه؟ وشك لما ضو القمر؟ الاثنين. لك عليم الله لك سعاد. عليم الله انه ما بتروحوا من بالي لا انت ولا بناتك. تسلمي منيره. كاسه شاي لخالتك. على عيني يا ماما فورا دغري. شو جابها هي هلا؟ يعني شو بده يكون جابها؟ اكيد جايبه عريس. لو خليتيني اسرح لك شعراتك وغندرك وبخليك حمرة على تمك، شو كان صار؟ شو كان صار؟ كانوا طبقوا العرسان حبيبتي كوام كوام. الشاب مرتب وكسيب، طلبته المشتهيه واخته المستحيه. ولو بتشوفي اهله يا سعاد، لو بتشوفي اهله ياي 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 شو اوادم لك والله العظيم، بينحطوا على الجرح بيطيب. إيه بس 45 سنه والله كبير، هذا غير انه فحام طالع نظيف راجع مشحح. إيه ما تواخذيني سعاد، يعني انت ادره بحالتك وبحال بناتك. ايه شبه حالتنا بعدي، بعدين بناتي مثل الورده. ولك قصدي ليش ما بتبحبحوا حالكم بنقد هالبنت؟ اه لك حاجته جوزك؟ لك والله نقصف ظهره من كتر العتالة. سعاد ما بدها صفني القصة من هلأ. عم قلك منيرة قبل ليلة. ايه الله يبعث اللي فيه الخير. يا مو منيرة شو صار بالشاي؟ ما عمل لها هاي سعد وجه. هلأ بوصل لك البضاعة. هو يرضى عليك روح مع الاخ على بيته، جيب الحمل ورجع دغري لهو. اي مو على عيني. لا تاخر عم عاوزك. يا اسي ترف عليه يا رب. اخ يا سعاد هم البنات للممات، بقى شاوري لي ابن عمك اليوم وخليه يندق الحديد وهو حامي. خلص ان شاء الله. يعني بكره باذن الله بدي اجي انا والجماعه. ها يوه بتشرفوا. يلا اودعناكي سعاد. الله معك تقبريني. يلا الله معك مع السلامة. يا مو شو بدك خالتي فهمي؟ خير يا مو خير، الله يبعث نصيبكم انتو الجوف. ما قلت لك جاي عريس؟ اليوم عم بيقولوا انه حيزبطونا رزقات، ما بدهم يزبطونا شيء. يا تعودت على الضفتين والحرباية وتضرب عليها. خليني اخذك طريق. يلا 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 يلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخي منين بدي أصل على بيته لأسعد وراء؟ أسعد ما بتلاقي بيته هلا، يا بتلاقي بالمطحنة يا بتلاقي بوكالة الحنطة.
تروح الدوري توصل على المطحنية وهي بتروح وكالة الحنطان. اي والله على عيني وراسي. يا ميت اهلي وسهلا. السلام عليكم. الله يوفقك ما تاخذني سلام دار. لك الله لا يسلم فيك ولا عظمي. لك حاجة ما شايفيني إمام قدامي بشوف. لك أنا والله العظيم ما قصدي كنت شايب هون متأخد النقلة هي فتت مني يا عبد بالرجعة إن شاء الله ما تاخذني دخيل الله حقك علي حقك علي. لك حقك هنيك بتعرفه الكركون إمام قدامي بشوف. والله يا عبد الحلال بعدته معزوني وصلت هي ولهلا ما رجع يمكن مرع على الوكالة. على كل أي خدمة أنا تحت أمرك. تسلم يا طيب تسلم. لا والله أنا بس هيك بدي وصل له أماني ببقى برجع بعطيها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أماني الأسعاد والله سمع. لك ما قلت لحالك بجوز تفعس ولد صغير رجال ختيار حرمة لك ما كنت روحته. حاكم علي شو مرتكم يا سيدي مسير نزلوا على أمش لحتى يجي نزلت أفيني. روح سيدي الله يوفقك. أنا ما دعمي لأشوف يلا والله العظيم هذا نجد دامر بنفسه شيء من شان هيك رجع للسيرة القديمة. ايه يصطفل هالقصة مر عليها حوالي 20 سنة إذا مو أكتر. هلا مين بيتذكرها؟ بعدين إذا له عندي شيء يجي يواجهني. أنا هيك حسبتها بس قلت لحالي لازم أحكي لك ما بتعرف شو ممكن يطلع منه. لا تخاف ما حيطلع منه شيء. بعدين هو بيعرفني منيح وبيعرف شو ممكن يطلع بإيدي. على كل حال ما قصرت إنك خبرتني. ولو هذا واجبي عدنان بيك. وبخصوص أبو نعيم أنا ما عندي مانع أحكي مع رياض بيك بس إذا كان أبو نعيم يبس رأسه مثل ما حكيت لي لا أنا ولا رياض بيك فينا نساعده. مظبوط. والله ما حارق لي قلبي غير نعيم شب آدمي وشغيل يعني ما كان بيستاهل هالبهدلة ابنه. فوت فوت يا الله. السلام عليكم. أشحال. السلام عليكم. شو جابك لهون؟ أهلين عمي ابن نعيم. أهلين عمي أهلين 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 خير. والله يا عمي ابن نعيم ما بعرف أنا كنت ماشي بهالعرباية ايه طلعت لي تبة صغيرة شديت هيك شوية ما حسنت بيظهر بلشت تفلت مني ابصر في دركي بفهم مني هيك ماشي فلتت هالعرباية وسفقته. لا 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 لك الله يصلحك على العملة الله يصلحك ويهديك على العملة. لك شبك مرعوب شكلك مرعوب كأنك قاتل قتيل. ان شاء الله علي يا جماعة ما كان قصدي. لك اشتغلتك هيني. خلاص خلاص كله ساعتين زمان وبيطالعوك تعالوا جنبي تعال. تعرف شو انت اول واحد بيسأل عن اسعد وما بيكون بحاجته. عقل حال اخي اسعد عتال وين بتلاقي عتالي بتلاقيه هو وعربي. بدي تقل عليك بسؤال تاني. تفضل. هلا نعيم الخطاط ليش مسكر دكاته؟ والله استعوقته صار له كذا يوم ما اجى لعندي على المسكية. الله يعينه على مصيبته هو الثاني. الله يعينه. خير 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 ان شاء الله. انا مصيبه. شو الظاهر مالك خبر؟ ابوه لنعيم قتل حرمته. ام نعيم؟ لك لا مرته الثانيه المنظوم اتجوز بالسر وحده قد بنته والله العليم منين جايبها. لك 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 ايه والله مصيبه. على كل حال اخي اعطيني عنوانك وبس يجي اسعد بقول له انك سالت عنه. تسلم تسلم الله يكتر خيرك. معلش انا ببقى بمرق لعنده مره ثانيه. السلام عليكم. لك يا عالم انس زلمه لحشتني. لك يا عالم يا انس شو صار لك ليش عم تعيط؟ زلمه لحشتني. تعالوا طلعوا لي ابو نعيم خلوه يشم شويه هواء نظيف. حطوا دخان بصير عندكم هواء نظيف. الكركون عبت فيه ريحه التوتن من تحت راسكم. شو قاعدين بامين؟ العمى بقلبكم.
اغسليني اغسليني دبعة مية الله يرضى عليك. مية شايف علي ابن عيال شغل شغل. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن لو ما عيطت عليهم كانوا ردوا عليك. لك هدول الدرك ما بيردوا على حدا بنوب، بدك تضلك تنق عليهم لحتى يردوا عليك. بيتركوك ملحوش هون شهر زمان، ما حدا بيسألك لا شو لك ولا شو عليك. لك يا عم يا ابن عيين الله يصلحك ويهديك، خفف انت الدخان شوي. مش انصحتك الله يلعن دخانه وسيرته، وانت تعرف في السيجاره معك شايف الزلمه راح يموت. سلامتك عمي سلامتك. يا حصرتي عليها، نشفت دموعها كل الليل وهي عم تبكي. انا رايح لعند المختار ونشوف شو الله بيسر. طيب وابوك؟ امي كرمال الله لبقى تجيبي لي هي السيره، اصلا هو سبب كل المصايب اللي احنا فيها. ما بكفي رايحين نتواسط عند العالم حتى ميسر افندي يرجع هيام؟ فكرك قليله هي؟ والله مو قليله. هاي الشاي لك شو؟ ما أكلتوا؟ لك أبي شبكم؟ ما تمدوا إيدكم؟ يعني أنا بدي لقمكم بإيدي؟ استغفر الله العظيم. لك أبي والله ما أتلحي، والله عندي شغل. لكن خلي إمنا ترجع لهون. هات لك بدي هات امسك هي الشاي تبعك. افتح لي تمك لشوف. استغفر الله. يا عمو اوعى بي اوعى شوي. مرحبا اخي. اهلين يا اختي اهلين. كيفكن حبيباتي؟ الله وكيلك جننوني، اللي ساعه بيطعميهم ما كانوا يرضوا ياكلوه. اتيسر انت على شغلك، انا رح طعميهم. الله يخلي لي اياك يا اختي. بس بدي اخذهم معي على البيت، بنتي الصغيره قلبت مثل النار امبارح بالليل. لا ان شاء الله معلى البشر. والله انا معزبك يا اختي معي كثير. ولا يهمك تيسر انت. لا تعزموها لعمتكم. يلا بخاطركم. يلا تقبرني. نكمل كسر السفره. ايه يلا. عمتي اشتقت لامي. صدقني يا مختار صفنت فيها كثير كثير، بس الله وكيلك ما كانت تنبلع معي. انت حط حالك محلي، تقبل انه حرمتك تكذب عليك وتخبي عنك الشاردة والوردة؟ يسلموا. طيب لو قالت لك انه ابوها الا بده يتجوز شو كنت بتعمل؟ ما بعرف، بجوز ما كنت عملت شيء، بس كمان ما كنا وصلنا لهالمواصيل. وابن عيم دخلك رجال ما صغير، بيعرف القبيح وبيعرف المنيح، ونحن كمان معروفين بالحارة جماعة أوادم، بس اللي عمله هو بيوطي الراس. الخلاصة الجماعة ناطرين مني جواب وعم يستنوني، وأنا ناوي حلة بالتراضي لحتى ما تصير سيرتكم على كل لسان. عمي أنا ما غلط معهم بشي، وبدهم المحاكم ميت أهلا وسهلا، وأحمد ما عندهم يطبخوا. هلأ صلي على النبي وروي وخلي للصلح مطرح. ليش هن دخلك خلوا للصلح مطرح مختار؟ يلا 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 كيفك يا عمو؟ كيفك تقبريني؟ كيفك يا عمري؟ بدك تقبر قلبي شو وقت هيك؟ اشتقت لك تقبر قلبي، كيفك حبيبي؟ كتر خيرك يا فكري. طول طول فضلك على راسي من فوق، ويلي عملتيه ما بيتقدر بثمن. يشهد الله قلبي عم يتقطع كل ما هالولاد جابوا سيرة أمه. أنا أم وبعرف الضنا قديش غالي. تفضل تفضل. ما لقيته اليوم بتلاقيه بكرة لخال، بتلاقيه بكرة. المهم أنا اليوم بالليل طالع على الجبل. والله جرحك ما طاب لسه يا خال. أنا جرحي ما بيطيب لك خال، غير لحتى يطلعوا الفرنساويين من البلد. على كل اللي اتفقنا انه نسلم، وبس اعتاز منك شيء بيبقى هو بيخبرك. وجب خالي وجب. الله يسلم هالايدين. تسلم. شفتي شو عمل فيني اخوك يا فكريه؟ الله يصلحكم انتو الجوز. انا حكيت معه وقلت له ما كان لازم يوصلها لهالمواصيل.
انت الثاني الله يصلحك، ليش لحتى تخبي عليه؟ يعني فكرك لو كنت قلت له ما كان طلقني؟ اخوكي وبتعرفي ميسر لسه دماته فايره، خلينا نستنى عليه شوي، بكره بيروق وبيهدى. وهلا امك قالت لي انه اخوكي نعيم حكى مع المختار وتواسطوا، ان شاء الله يكون الحل على ايده. امي روحي شوفي اولادك بيكونوا مشتاقين لك كثير، فكرية ما لها غريب. روحي امي روحي. بالاذن. عمي ابو نعيم شو اخباره؟ الله يعينه على مصيبته هو الثاني. شو بدي اقول لك وشو بدي احكي لك؟ انا حكيت معه لمسار، والله يقدم لي فيه خير. بعدين انت كمان يا ابني يعني لازم تروح تشوف ابوك، يعني الفرع ما بيتبرى من الاصل. ان شاء الله. اهل حارتك قلبهم عليك ورايدين يطمنوا، من شان هيك مي حلوة تتنطر بوجهه. لك الحلوة على الطلعة والناس زي يسألوني شو فيه وشو صاير، هي بتلاقيها حلوة مختار؟ لا وكل واحد بحكي لي قصة وسيرة شكل. أنا ما عاد فتحت الدكان لأني خايف شي مرة تطلع أخلاقي يقوم ها اتفشش بشي واحد من هون. هذا رزقك وأنت حر فيه، بس هالقصة بدها رواق وطولة بال. لا تواخذنا مختار، خاطرك. الله معك، مع السلامة. ميسرة. تقولي أنا ما عذبت. أمي جهزي الأولاد، بدها تاخذهم فكرية وتروح. أمي أولادي رح يبقوا هون، ما رح يطلعوا من عندي. شو هالحكي؟ لك المخلوقة عملت معنا منيح، منقوم هيك من كافية؟ أولادي من حقي. ولك من حقك، ما اختلفنا. هذا اللي عم تساوي اسمه قلة عقل. أنا طالعة لبرا وبس أقول لك يا هيام طلعي الأولاد بتطلعيهم، فهمانة؟ بتعرفي تقبريني؟ تبقوا هون عندي. أهلين وسهلين. يا ميت أهلا وسهلا. جهزوا الأولاد؟ يعني عم تجهزهم. أهلا وسهلا. يلا يلا. عن إذنك. تفضلي معي. يا مو نعيم وين كنت؟ دعيت خلاقي شوي طلعت اتمشى. الحقنا اختك تحت وطحنا. خير شو في؟ فكرية جابت الاولاد مشان نشوفهم قامت عصيت فيهم. شو هالحكي؟ والله يكفيك لهون مسلم. خليني وصلك يا غسام، ما بقيان كثير. لا معلش مثل ما اتفقنا هيك احسن. مثل ما اتفقنا ها؟ ايه ولا يهمك، انا بعد كم يوم بيجي معي الرجال لعيونك. يلا سلام. بدك شيء الله معك. سلام. كبري عقلك لك اختي، كبري عقلك. يلا افتحي لشوف. اليوم المختار شاف ميسر، استني لك شوي لنشوف شو بده يصير. امي الله يرضى عليكي كرمال اولادك ما بصير هيك شيء. هدول اولادي وانا ما بدي اعطيهم لحدا. ما حدا حياخذ اولادك منك. وعد مني رح جيب لك اياهم مرة تانية. يا هيام يا حبيبتي، انت هيك عم تكبري المشكلة بدل ما تحليها، بهالطريقة بتخسري حقك بولادك. مشان الله لا تواخذيني يا فكري، تقبريني لا تواخذيني. لك امي كرمال الله اسمعينا. احكي اختي، انا عاهدتك عهد اخ لاخته اني رح احلل لك مشكلتك ورح اخذ لك حقك، وبكره اذا ما صارت الصلحه مع ميسر رح اجيب لك اولادك بحكم من القاضي الشرعي. وانت بتعرفي انه انا بحياتي ما خالفت بقول. سمعتي امي؟ سمعتي اخوك شو عم يقول؟ يلا يا هيا. يا مسلمة روحي بس ملايتك. المرة إذا صار شيء ما رح سامحكم، واخطيتي واخطيت هالصغار برقبتكم ها؟ استغفر الله العظيم عن هالفصل. يلا عمتي. يا الله يرضى عليك. يلا 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 والله لا بيجي أبوكم بجيبه مرة ثانية بجيبه. والله بيجي لعندي. يلا يلا بيجي لعندي. حاش تبكي اختي، حاش تبكي، دموعك هي غالي علي وحياتك. ولا تقولي رخصتها لاخذهم غصبا عن راسه.
وكتير مهموم ما في شي بالحال البشر خلى همه يزيد ظلامه قلب من حجر شو طالع بالحجر